بيحصلش بالي. زكريا بره ومعاه رجاله وسلاح. زكريا؟ طب هات لي سلمى من فوق. انا هعرف اجيبه. تعالي. معتصم احمي ظهر، لازم اخش العطس. زكريا ها؟ تحب نبدا بمين الاول؟ تشتغل على مين الاول يا زكريا؟ اختك ولا مرتك؟ اوعى تروح ليش يا زكريا؟ هو عايزك تروح له، لو رحت له هيقتلك ويقتلنا. صعبه دي صح؟ يبقى تعجل كده وتعرف انك بتكلم واحد معاه شهاده معامله اطفال. مجنون يعني؟ حمايتك يا عبد الله، حمايتك. خلي رجالتك المسلحه. لو وقعت تحت ايدي مش هرحمك. سيبهم. هتعمل معايا زي ما عملت مع متولي؟ هتضحي بيهم زي ما ضحيت بيهم؟ ها حمايتك. قصر في الكلام يكسر يا زكريا، واسمع اللي بقول لك عليه. خلي رجالتك يرموا سلاحهم. ها فكرت؟ اختك ولا مرتك؟ اقول لك اخليك تخسر الاثنين ولا نعملوها زي زمان ايام الدار. انت تختار وانا اختار عكسك. قول يا زكريا ما تخافش. هتموت يا عبد الله.
ما تضربوش ليه؟ أنا قلت اضربوا، أنا أبو الدار دي، الكل لازم يسمع كلامي، محدش يعصى أوامري، اضربوا، افتحوا النار. بس ده حسن العطار يا عم سميح. شفتوا اللي علمتوني ما نزلش اخواتنا ولا ايه؟ قالوا لي اقتل اخوك بده.